جاد. طيب موضوع الشيلات، انت قلت انها عثمان العميري يقول انها عوده للوراء، انت قلت لا ليست عوده للوراء. نعم. ايش وجهه نظرك في الموضوع؟ هي كانت موجوده؟ هي كانت موجوده ولا ما كانت موجوده؟ شوف خلينا نفرق بين ثنتين، انا اعتقد كل الناس كانت تشيل، الالوان في الجزيره العربيه موجوده من الجنوب للشمال للشرق للغرب. ولكن ما كانت في التاثيرات هذه، والحكي انك انت واحد يبغى يغني ويبغى ميوزك ويروح يلعب على الناس بمؤثرات صوتيه وهنهنه، هذا يمكن انزعاج الناس، انك غني الموروث زي ما هو ولا بس. لا انا متاكد اللي انتقد الشيء هذا مو علشان اللي تبوه. علشان؟ علشان شيء ثاني، ممكنها اثرت في الوسط. يعني الجمهور والشعبيه الحين. الوسط الغنائي اثرت على الفنانين. نعم اثرت عليه الشيلات. الشيلات الحين جمهورها كثر يعني. وانت عارف الشيء ذا والناس يعرفون الشيء هذا. فبالعكس الشيلات فيها داء، فيها منشدين مبدعين، منشدين جددوا الحون، منشدين اخترعوا الحون، اخترعوا الحين في منشدين اخترعوا اربع ثلاث الحون، خمسه الحون في في في, في شيله واحده. ففيها متعه يعني. احنا استفدنا ان شاء الله. احنا استفدنا منها. يعني هم اصحاب الشيلات لهم فضل على الشعراء اكثر؟ لهم فضل على الشعراء والشعار فضل عليهم. يعني بعض المنشدين حتى لو انه ناجح، اذا ما يغني قصيده شاعر قصيده على هالكلام ما ينجح. والشاعر بعد المبدع لو قصيدته قويه وقصيده عصبه ويغنيها منشد ما هو مبدع ما يعطيها حقها ما تنجح. فهذه فيها يعني تكافئ من جهه.